يمكن الحقيقه انه بقى لنا فتره كبيره جدا جدا ومصر بتحضر لاستضافه كوب 27، ويمكن خلاص باقي اقل من شهر على انطلاق مؤتمر الامم المتحده لتغير المناخ كوب 27، واللي بتستضيفه مدينه شرم الشيخ لمده 12 يوم، هيبدا من يوم 6 نوفمبر ولحد 18 نوفمبر اللي جاي. الحقيقه انه الوصول لليوم ده ما هوش حاجه سهله، يعني تحضيرات كبيره جدا كانت بتتم، مجهودات كبيره بالتوازي في كل قطاعات الدوله وعلى كل المستويات، بدايه من شرم الشيخ نفسها واللي بتتحول لمدينه خضراء، بتستخدم وسائل نقل كهربائيه، فيها محطه شحن للاتوبيسات الكهربائيه، تعد واحده من اكبر المحطات على مستوى الشرق الاوسط، اصبح كمان فيها يعني تطوير كامل علشان تكون في افضل صوره ليها وعلشان يخرج المؤتمر بالشكل اللي يليق باسم ومكانه بلدنا. يعني مش بس كده يا هدير، يمكن كل اللي اتكلمت عليه دي الخطوات التنفيذيه علشان او الاجرائيه علشان يستضيف او تستضيف مصر مؤتمر تغيرات المناخ، لكن كمان تم اعلان جدول المؤتمر اللي بيتيح مساحه للتفاعل الجاد والمشاركه ما بين كل الاطراف اللي هتحضر المؤتمر بمشيئه الله، وبيفتح كمان محاور مختلفه حول القضايا المتعلقه بتغير المناخ زي ندره المياه، زي التصحر، زي كمان المخلفات الصلبه وتلوث الهواء، وكل الأضرار اللي ترتبت على التغير المناخي بشكل عام واللي أثرت بشكل مباشر على الدول النامية. وهنا بنتكلم خاصة على الدولة أو الدول الإفريقية تحديدا والقارة الإفريقية اللي بتعتبر الأكثر تضررا، رغم أن القارة الإفريقية كلها لا يصدر منها سوى 3% فقط من إجمالي الانبعاثات الضارة بالمناخ. علشان كده هيكون في تركيز كبير على دعم إفريقيا في التكيف مع التغيرات المناخية خلال هذا المؤتمر تحديدا، عشان نقدر احنا يعني نتلافى او نتأقلم مع تغيرات المناخ اللي موجودة عشان ما نزيدش من هذه الانبعاثات. صحيح، ويمكن كمان من الحاجات المهمة جدا اللي حصلت ضمن الاستعداد لمؤتمر المناخ هي المبادرات الشبابية اللي اتعملت علشان نعرف الناس يعني ايه تغير مناخي، نزود الوعي بمخاطر هذا التغير المناخي، زي مثلا قافلة الشباب والمناخ، والقافلة دي انطلقت في 5 سبتمبر ولفت محافظات مصر كلها، ولسه يمكن شغالين وبيشجعوا الشباب على انهم يشاركوا في مناقشة قضايا تغير المناخ، وكمان في طرح الحلول المبتكرة علشان نقدر ان احنا نستوعب هذه المشاكل ونشتغل عليها ونحلها. كمان في مبادرات كانت متعلقة بتنظيف الشواطئ ومسألة الأكياس البلاستيكية وخطورة هذه الأكياس والحد من استخدامها والحفاظ على البيئة وغيرها كتير من الأنشطة اللي توعي الناس وتعرفهم يعني إيه تغير مناخي وتعرفهم أثار هذا التغير المناخي على حياتنا. ده حقيقي، يمكن كل الأنشطة اللي أنت ذكرتيها دي يا هدير بتؤكد إن في حالة من حالات الوعي اللي أصبحت بقت موجودة عند المواطن المصري تحديدا، وخاصة إن مصر يعني مهتمة بالملف ده جدا، وكانت من أوائل الدول اللي انتبهت لخطورة الأزمة دي. علشان كده ركزت مصر على فكرة التحول للاقتصاد الأخضر، وبقى في عدد من المشروعات العملاقة اللي بتعتمد على الطاقة النظيفة في استخدام هذه المشروعات. بنتكلم مثلا على مشروع زي مشروع القطار الكهربائي الخفيف الRT والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة زي اللي موجودة في خليج السويس، الغردقة، أسوان، زي محطة الطاقة الكهربائية اللي موجودة في بنبان تحديدا. كل ده هيكون يعني وجهة مضيئة للدولة المصرية خلال استضافتها لقمة المناخ، واللي بيأكد ان مصر بتسعى من خلال هذا المؤتمر انه يكون مؤتمر يعني نتحول فيه من التعهدات للالتزام بمخرجات هذا المؤتمر تحديدا، علشان يكون عندنا يعني نوع من انواع الزام الدول بقى عشان نبتدي ان احنا فعلا نوصل للواحد ونص في المية المطلوبة ب يعني الحفاظ على المناخ في الوقت ده، عشان نقل من حدة الأضرار الناتجة من خلال هذه التغيرات. على كل حال بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.